تترجم نور من خلال العمل المسرحي هذا معاناة شريحتها من المكفوفين، فالنور الذي نراه يختلف كثيرا عما يجسده أصحاب الهمم، فلكل واحد منهم قصة إبداع شقت طريقها بين الظلمات والمصاعب التي يواجهها لعدم توفر الإمكانيات اللازمة. من خلال هذه الاحتفالية ده نقدم رسالة للناس، للمجتمع، أنه إحنا أيضا نقدر، إحنا أيضا عندنا أحلام وطموحات، إحنا حالنا حال أي شخص مبصر أو أي شخص سليم يعني. ده نقدم رسالة نحاول من خلالها أن نغير النظرة السلبية أو النظرة التقليدية للكفيف أنه هو شخص عاجز. في اليوم العالمي للمكفوفين وفاقدي البصر تصر هذه الشريحة على إثبات تواجدها وفعاليتها بالمجتمع وكبت طموحاتها بعدم توفير الأدوات الضرورية كلوحة برايل والكتب الخاصة بهم أو العصا البيضاء التي باتت شحيحة في البلاد منعتهم من التعلم وتفضيل الجلوس في المنازل. لا يوجد أي دعم، حتى مناهج مسجلة للمكفوفين ماكو. المناهج الخاصة بالمكفوفين أغلبها ما مطبوعة بطريقة برايل، يتكفلون الأشخاص أو الجهات الخيرية بطباعة هذه المناهج. وعلى المستوى الجامعة، على المستوى الجامعي لم أجد أي مصدر مطبوع بطريقة برايل. ورغم المعاناة التي تعيشها شريحة المكفوفين وفاقدي البصر، إلا أن ما يقدموه من تميز لم يثني استمرارهم، فلعل هذه المحافل والمهرجانات تسلط الضوء على إنجازاتهم التي لم تكن محط اهتمام المؤسسات المعنية بها. بمناسبة اليوم العالمي للعالم لويس برايل مكتشف القراءة والكتابة النقطية للمكفوفين والتي يتعامل معها الكثيف من خلال عملية اللمس، نحتفل بهذا بميلاد هذا الشخص على غرار ما هو موجود في مختلف دول العالم، لأنه يعتبر هوية ذوي كل شخص من ذوي الإعاقة البصرية، ولأنه ساهم بتغيير حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية رأسا على عقب. لم تكن طريقة المخترع الفرنسي لويس برايل هي الأولى للقراءة بالنسبة للمكفوفين، بل سبقها بالزمان والمكان وحتى الأسلوب ابتكار العالم العراقي زين الدين الأمدي، كونه أول من ابتكر حروفا بارزة لمساعدتهم على القراءة، فلعل بين هؤلاء من يخرج بابتكارات جديدة إن تمت مساعدتهم ودعمهم. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.